300,000 درهم اليوم. نبتدي ونقول 3 2 1 and let's roll. راح يظهر رفل اي دي على الشاشه قدامكم. يلا نشوف الاول رفل اي دي محظوظ لهذه الليله اللي راح يربح معنا 100,000 درهم. And the raffle ID is 4062-6382. ألف ألف مبروك للصاحب الرافل آي دي المية ألف درهم. يلا نشوف الرافل آي دي الثاني لهذه الليلة ومحظوظة راح يربح معنا 100,000 درهم. And the raffle ID is, ركزوا على الشاشة, 4070-7527. أكثر من 7. ألف ألف مبروك للرفل اي دي الثاني الفائز بال100,000 درهم. يلا الرفل اي دي الثالث المحظوظ اللي راح يظهر على الشاشه. يلا نشوف الرفل اي دي الثالث. And the raffle ID is 4053-5406. الف الف مبروك. بعد ما وزع سحب القرعه 300,000 درهم بالتساوي على 3 مشاركين منكم. ما في غير كلمه مبروك اللي تنقال في هاي اللحظات. واتمنى ان الحظ يظل مرافقكم في كل شيء في حياتكم. حنا اليوم شفنا الرفل اي دي الخاص فيكم، اما اسماءكم وقصصكم